فنبقى في محافظة المحويت، حيث أكد أبناؤها تحملهم لكامل مسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن الأرض والإنسان وكل الحرمات جنبا إلى جنب مع الجيش واللجان الشعبية وكل الأحرار والشرفاء من أبناء هذا الشعب. جاء ذلك في تصريحات أدلوا بها لقناة اليمن الفضائية. ونحن نؤيد ونفوض الجيش والأمن واللجان الشعبية في الرد بالمثل على العدوان، وكما يعرفون اليمنيين بأنهم شرفاء لا يستهدفون إلا أهداف عسكرية، لا يقتلون الأطفال ولا النساء. نحن ندين ونستنكر هذه العمليات الإجرامية من الصهيونية السعودية هذه ومن آل سلول الذين ضربوا البنية التحتية والمنشآت والمؤسسات الحكومية ودمروا الشعب تدمير كامل. هذا يدل على حقد وعداء مسبق ومخطط إسرائيلي ويأتي من المكاتب الإسرائيلية. فوض الجيش واللجان الشعبية بدك المواقع السعودية المواقع العسكرية، لا نتركوا الأطفال والنساء مثل ما بيضربوا عندنا، لكن احنا نضرب المواقع العسكرية، نرد لهم بالمثل، وسنشتت أسرة آل سعود، أسرة اليهود، عملاء إسرائيل وأمريكا. نحن لن نرضى ولا، وإذا استمر العدوان فالقبائل اليمنية عندها الخيارات مفتوحة، وسندافع على عرضنا وعرضنا بكل ما يأتينا من قوة، بأرواحنا بأغرامنا برجالنا بدماءنا. لا يمكن أن احنا نتخر أي شيء في ظل استمرار العدوان هذا. أريد أن أقول لأشباه الرجال الذي اعتدوا على اليمن وغزوا اليمن ويريدوا أن يغزوا اليمن، أريد أن أقول لهم أن هذا بعيد عليهم بعد الشمس، بأن احنا واقفين لهم بالمرصاد، واقفين لهم بالمرصاد هم وأتباعهم وأذيالهم. حتى هذا الخلف السوداني هذا الضعيف ضعيف النفس هذا الذي عاده باصلي بقشر أخضر، نريد أن نقول لهم والله إن شعب اليمن واقف لكم مجاهز، وأنه لا يلقيكم درسا لن تنسوا يا جبناء يا أشباه الرجال. خبتم وخسيتم، ونقول لسلمان وتحالفه الذي هم أمراء النفط وأمراء الصحراء والإبل، فإننا قادمون وسوف نتك الرمال تحتكم ونرغم عنفكم في الأرض، لأن أنتم اعتديتم على اليمنيين، وهكذا يكون الرد. بعلم باسم الكل، بعلم باسم الكل حان الآن هبي يا قبل، ما حد رضى بالذل يا دنيا ولا فينا ذليل، جينا نوقع كل هذه بالصواريخ قد قتل، وعد منا الكل يا سلمان بعد صبحقتي. هكذا دمر الشعب اليمني، حرام عليه، حرام، لا يسوي هذا الشيء لميه، كافر من كافر يطلق خواجات ويطلق سمعوا عبد ربه يشتي دولة عند دولته، ما لكن يشتي دولة كانت دولة عندنا. أخواني أرجوكم غاية الرجاء إنكم تضربوا المصبة، اضربوا المصبة حق السعودية الذي هي مهيمنة علينا ومتكبرة علينا، هذا اليهودي هذا الملعون. فعليك نعمة الله واتقت يا كلب، واتقت لايات اليمنيين يا خنزير يا قرد، انت لا عميل مع امريكا، امريكا الذي هي متحكم عليك وعلى الدول كلها.